تعشق الصقور؟ صقور، نعم صقور. انا شخص عندي صقور كثيره في الغرفه الثانيه، وانا يعني عاشق الصقور. وفوق هذا انا انتشر لي مقطع وانا اغني، او اقصد هجيني تقصد لمين؟ هجيني هجيني. وشو هذا؟ لا، تعرفين الربابة؟ اه أنا عندي ربابة أقول لا لا وكذا، فهمتي؟ اي بس لا تقصد عندنا، الله يعافيك، ليش طال عمرك؟ ما نبغى ازعج. أبشري طال عمرك، أبشري. ندخل جولة مع بعض؟ يلا الله يحفظك. من وين ما شاء الله أختنا نورة؟ من الرياض، أنا من السعودية طال عمرك. السعودية. زور يا ولا هلا، في الرياض؟ طيب نزورك إن شاء الله قريب. ما معي جواز للأسف. ما عندك جواز؟ عادي ندخلكم، ما في مشكلة، بس كلمني أنا قبل تجي. ما سجلي رقمي عندك، 05. رقمي مو رقمك، اه رقمي عندك خذني. طب بغني لك تركي إذا ما عندك مشكلة، ترى أشكل وأنور. أنا أصولي من تركيا. أحلفي. تعرفين زيدان اللي في مسلسل الأرض الطيبة؟ أنا وياه أصدقاء. أنا ما شبهت عليه، ما حسيت. أي زهرة القصر تقرب لك؟ زارت القصر؟ زهرة القصر أي واحدة فيهم؟ للبنت ذيك اللي شو اسمها؟ صغيرة. سلام، فيك شباب ما شاء الله. أنا هي يوم كبرت. لا لا، ما اسمح لك. اشكم؟ جنام. اي والله، استغفر الله العظيم، ما شاء الله. والله ما اني من شفتك صدقت. سبحان الله حسيت انه يعني فيه تناغم ما شاء الله، يعني بيني طيب وبينك. يلا غني لنا، يلا غني غني سمي غن غن يلا. سلب سلبا بربيم يوم، سلب السلب البرب اليوم، هربم هربم هربم. أربم؟ نعم هربم. وشو أربم ده؟ هي رمار كلام تركي، يمكن انت من زمان ما رحتي تركيا عشان كذا يمكن نسيت. طيب عطني شيء كذا عربي. شوف عربي الصراحة ما أغني إلا هجيني. تبين هجيني؟ حياك الله. بس بدون نزعج يعني، وطي صوتك قبل في حيصير نهاية. عندك قطوة ما شاء الله تربى بزكاة. يا طيري يا طيري يا طيري، حبيت السمع زي كذا ولا أغير؟ طيب موال. موال تركي. لا لهجة تركية عندك لك عليها، بس شوف لنا موال. حفظها عليك، خمس ايام عايش في تركيا، ايش اللي لك عليها؟ هي مبداك حتى تقول جنايدن. ايش يعني جنايدن؟ ايش يعني جنايدن؟ يعني كيف حالك؟ ايه كلمة تركية قبل شوي. الله الله، شغل. تدرين معناه كلمة امي بالتركي؟ ايه اني أني اني طب لا، مو أخوي انتي اني، تقولي لي ماما ماني مال عينك. أخوي اخي ايش اختي اختي أختي. ما يبي لها شيء ترى انجليزي، بس يبي لك تغيرين شيء طيب ينبسط منه. الأب. ابو لا لا ترى بس اشياء بسيطة. اسمع اغنية. جاني كلام اني معك كنت كذاب، واني محملك الشقا والاسيا، واني ابيع الود وابيع الاحباب، وش باقي ما قلت حبيبي عليا، ظالم وخاف عليك من يوم وحساب، يا أخي حرام اللي
تسوي فيها وارفع يديني طالب رب الأرباب، واتذكر العشرة ونزل يدي. تبارك الرحمن، عليكم السلام. طلعت لحقيقتك الحين. صدق حلوة. شاركت في عرب ايدل أنا كنت او جالس في بجنب ايدل؟ أحلام، كنت جالس بجنب أحلام يمين، أنا في الكرسي اللي بجنب أحلام. انت المفروض حطونك في اللجنة مو تشارك. إي أنا قلت يعني كنت في اللجنة. انت مغني او منشد او لا؟ ذا ولا ذا تبين تتبنيني؟ فنيا؟ إيه طيب أعطني واحد ثاني، أعطني موال سوري. 50%، كل شخص ياخذ 50. واتبع ذاك التعب كله مع غير وياي، يتسلك تل القهر وما خل حرامات حرامات حرامات. وقت تعبي ليش ما غزر غير وياك، كان اشطر حبنا حلم وتبخر حرامات حرامات حرامات. ويا خاين لك يوم تجي وتصيح مظلوم، هاي الدنيا مدوم لك يوم، ما متوقعك تخون اللي براسك يحلفون، شكرا اني ممنون ولك ليش. كم عمرك يا سعود؟ 20 سنة. تبارك أرحب سوني، تفضلي. والله حرام، والله حرام يروح الفاضي تابي، يومي يا رايح جاي كاسر لي قلبي، ورطني بي من طاني شي أمان 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 أمان. حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يطير، دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني، دخيل الماء وملح الماء، حزن الماء قبل ما تطير، تهيل الهبوب اللي تصافك في شراييني، دخيل الغصن والظل الهزيل وهفهفات حصير. طب اسمع، تفضلي. عندك قناة في اليوتيوب؟ سويت قناة بيوم واحد جابت 50,000 مشترك. سوي لك استوديو صغير كذا بالبيت، مايك تقدر تشتري بسيط بسعر بسيط 46 ريال. هذا ايوه اجلس حط الدنيا بإضاءة معينة، ظلام، حط لك كذا لو بس خلفية عود، غن، نزلها في اليوتيوب، بعدين خلفان زك هنا ما شاء الله تبارك الله، يصمموا لك مقاطع وتتغني هنا وينتشر صوتك، يصير نكتب هنا في الهاشتاج في التيك توك سعود بن خميس، تطلع مقاطع كاملة. هذا أول تدرين؟ باب. طيب تدرين كمان
دقيقة ترين كم دقيقة؟ ترين هاشتاقي كم مشاهدات الحين؟ هاشتاقي طولة العمر الحين 1,400,000,000. والهاشتاق الثاني 83,000,000. الهاشتاق الثالث سلطان 115. دقيقة. الهاشتاق الثالث 115,000,000. الهاشتاق الرابع 1,000,004. شو ايه 100,000,000. الهاشتاق الثالث 300,000. هذه وين؟ الهاشتاق بالتيك توك. الهاشتاق الخامس مدري السادس 56,000,000. 1,300,000. 1,200,000,000. طيب هاشتاقاتك قاعد تغني فيها ولا تسولف؟ طبعا اغني فيها. طبعا اغني فيها. طيب كم في المشوار؟ شوفي شوفي يا عيال اسمه قالت الحين اي شخص صور مقطع او اي شخص منكم يروح الان ياخذ من المقاطع الموجوده في الهاشتاج ويصمم عليها تصميم حلو انزلها في قناه اليوتيوب وانتم كلكم تروحون هناك وتسوون عليها لايكات وتشتركون في القناه. تمام؟ وانا بحط لكم قناتي الحين في البايو وابغاكم كلكم تروحوا تشتركون. حط قناتك سنابك نزل فيه كمان مقاطع. انا سنابي ان شاء الله يعني لو بس الكل الان ابغاه ينزل في البايو في هاشتاج تشوفونه هنا فيه رابط عفوا الرابطات تضغطون عليه وديكم على سناب شات الطور. وديكم صفحتي وتشتركون كلكم هناك سووا اشتراك. كلنا نضيف السناب ندعمك في التيك توك ندعمك في السناب. اللي يعرف يمنتج بليز منتجوا سووا الفيديوهات هذه له ما شاء الله كلكم مبدعين. نعم كلامك. حصن نفسك دائم تبارك الله صوتك يجنن بدون موسيقى بدون أي شيء. الله يسلمك الله يزوجك واحد يشبهني يقول يا أمين يا كريم. حبيبي أنا عمر أمك أنا أي حد كثرة ديلة زي كذا يعني بس يشبهك لا لا تحطه بيدك أنت صوتك أوكي يشبهك صدق والله ما أقوله يعني مش حلو. أنا أنت من وين يا سود؟ وين ساكن فيه؟ لا يعني بتصير حلو الحين خلاص يا أخي خلينا نلعب جولة ثانية بحكم أوكي؟ دون أحكام يا بابا أنا بروح أنام قدني خلاص جدي. كل هالجمال مو حلو. أنت وين؟ بيتنا يعني وين بلا بكو بأمريكا. وين ساكن بيديرة ما لك شغل شيء يخصني رجع أنت جرحتين الحين نضبطك. وين ساكن اخلص لا اضربيني كف أحسن. أحد يدعم سود اسحبوا عليه. الله أكبر يا الكلمة الثقيلة ما في أي تقدير للفن ما في أي تقدير للجمال. أنا أمس داك تاسكك هنا داقش حلوة تاسكك عود الأشكال اللي ما تقدر جمال الوطن العربي. من وين هو قولولي من وين؟ لا حد يعلم اللي بيعلم ترى إيه خلاص عرفت من وين؟ بطريف دار الكيف سيري عندنا صار هذا الشمال. أنت من وين؟ الجنوب. يعني وين في الجنوب؟ لا بس ساكنة في الرياض. وين ساكنة كنتي في الجنوب؟ ما كنت ساكنة في الجنوب. في الجنوب فعلا من الجنوب. من الجنوب الله يجعلني. من وين ولدتي في الجنوب؟ ولدت في الرياض. كيف تطلب من الجنوب؟ تضحكين علينا احنا بقالية عندك. أصولي من الجنوب. زين يعني أهلك الأصل حقك من الجنوب يعني وين كانوا يعني؟ ما أدري. يعني وين في؟ بيجون يقولوا لك البساس. أبها أبها ما شاء الله جمالك عاد جمالك مو أبهواوي شو؟
سامسونجي. والله اني ذبيب. زين اسمعي، خلينا نلعب جولة ثانية معك. خلاص يا ربي بروح انام. انزي وجهك عاد، ليه واقفة عليك الدنيا انت وجهك؟ خلاص ترى قالت انك قالت ان كلمتين حلوه وذلتني فيها. خمنت الله ولا خلق يا اخي. ادعمك ودعوا وسوي. كم 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 حق الكلمتين ذي؟ كم حقها بسرعه؟ كم ايش؟ كم حق الكلمتين المدحتين اللي قلت لي اياها؟ 5000. الله يجزاك خير، والله ما قصرتي مدحك طيب. الله يكثر من فعلك والله. الله عليك ان شاء الله. رجع يدك جيبك. ها؟ رجع يدك جيبك. طلع 5000. هذه صراف ولا بطاقة ألعاب؟ أوكي حسبت حق الألعاب اللي في المول. أصرف عليك. ها ها حسبالك يعني وجهي مش حلو حتى سراد القطن شاري ب 600000 ريال عفوا. بس بس لا تعيط بس الله عدوك. زين اخت الاسم الكريم نوره. الله نعم نوره احسن من فيك اسمك، ولا وجهك قاسي من بيت الله انها احلى من اسمك. يضيق الخلق. اوكي شكرا جزاك الله خير يا بطل. هذا شخص بطل ايش يعني بطل؟ عمره 10 سنوات بطل تحكي علي انت؟ خليني اوريك الوجه الاحمر الحين. خلاص يلا ايش تبغى تسال؟ تجاوبين ولا ما تجاوبين؟ نبغى كلمه. ما ادري عاد ايش سؤالك. انا ما ودي احرجك، ابي ما ابي بالضبط، لكن 30 يا 40 يا 50 اعترفي. قربت تصير 50. العب العب تحيه. ليش؟ عسى ما ضايقك الموضوع. ليش يضايقني؟ ليش يضايقني؟ ما ادري عنك. بالعكس كنا بنكبر وكنا بنصير يعني كبروا ونموت وانت تموتين قبل. هذا الحياة ترى، الموت يعني سنة الحياة. كثير في 50 وتعرف جمالي. الله يعز العيادة. اه 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 لا يجي لجي عمري 50 صحيح وجهي يصير مصفط بس اني شباب. الله يعز الإبرة هذيك أم قلتها أم قلتها. طيب الإبرة بتضبط شيء شين ولا بتضبط شيء حلو؟ إيه أبدا تقولي لي تعال ذيك السنة ده أنا ما أسوي زيك أنا. هذيك 500 ولا طق لك واحدة فوق واحدة تحت تغذي براطمها تهدر. ما شاء الله عندك خبرة والله في الإبر وفي التجميل. شغل مرتب شغل مرتب. عندك خبرة. يا ما شبكنا في خمسينيات وشفنا. يا بابا. توك طيب يلا يلا صباح الخير شوفك على خير. تضيفيني ولا ابلكك بسرعه؟ ضفتك بس شفتي شفتي انا الخمسينية خفيفه. الله يسعد لك الخمسينية يا اخي جوهم الطفولي اخي. يلا 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 شوفك على خير. يلا كفك 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 اسحبي ملفك يلا باي الخمسينية كلها.